طالب وطالبات الصف الاول الثانوي، بهنيكم بالعام الجديد ان شاء الله، يكون عام سعيد علينا وعليكم وعلى جميع المصريين ان شاء الله، واتمنى لكم النجاح والتوفيق في امتحانات الفصل الدراسي الاول 2022. ده امتحان تجريبي ومتوقع باذن الله على الباب الاول للصف الاول الثانوي في مادة الاحياء. يلا بينا نشوف الامتحان ده بيقول ايه، بس قبل ما نبدأ يلا اعملوا لنا اللايك الحلو بتاعكم، ونشترك في القناة اللي ما اشتركش، ونشير ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل جديد. ويلا تعالوا نشوف بنقول ايه. طبعا الباب الاول اللي هو الاساس الكيميائي للحياة، كل الاسئلة اختار، وده النظام الجديد بتاع الامتحانات، اختار الكلمة الغير مناسبة. اول سؤال: السكروز، جلوكوز، جلاكتوز، فركتوز. هنا في كلمة لا تتناسب مع باقي الكلمات، يعني باقي الكلمات بتربطهم حاجة معينة، بتربطهم فكرة معينة. يعني مثلا لو قلنا السكروز، ده سكر ايه؟ نوع ايه؟ ده احد انواع السكريات او الكربوهيدرات. ايوه، سامع واحد بيقول لي الكربوهيدرات البسيطة الثنائية، عشان في كربوهيدرات بسيطة أحادية وثنائية. طب الجلوكوز؟ لا مستر، ده أحادي صح. جلاكتوز أحادي، فركتوز أحادي. يبقى مين المختلف عن الباقي؟ أيوة تمام كده، يبقى هو السكروز. طيب نيجي السليلوز، النشا، مالتوز، جلايكوجين. أيوة طيب، السليلوز، نشا، جلايكوجين، كل دول كربوهيدرات معقدة، كربوهيدرات معقدة. يبقى مين اللي مش مناسب معاهم؟ الملتوز. برافو، لأن الملتوز عبارة عن سكر، أيوة، بسيط ثنائي. تمام. الفوسفوليبيدات، زيوت، دهون، شموع، دول عبارة أنواع من الليبيدات. الليبيدات عندي في ليبيدات بسيطة، في ليبيدات أيوة معقدة، في ليبيدات مشتقة. طيب انا عندي الليبيدات البسيطة اللي هي الزيوت والدهون الشموع، خلاص يبقى دول اللي بيربطهم ببعض، الليبيدات بسيطة. اما المختلف عنهم واللا يتناسب اللي هو الفوسفوليبيدات. طيب نوع اخر من اسئلة الاختيار من المتعدد: اي العبارات الاتية صواب؟ يبقى هنختار اهو، اي العبارات الاتية صواب، يعني صحيح. سكر المالتوز يتكون من سكريات عديدة، تكون بروتين السيلوكسين من احماض امينيه. هل سكر المالتوز ده سكريات عديده؟ لا يا مستر، ده احنا لسه هو واخدينه ان هو سكر ثنائي. خلاص يبقى ده كده غلط، مش هو الاجابه بتاعتي، انا عايز الصح. يتكون بروتين السيلوكسين من احماض امينيه فقط. السيلوكسين ده احماض امينيه فقط؟ لا طبعا، ده عباره عن بروتين مرتبط، يعني مش مكون من احماض امينيه بس، ده احماض امينيه ومرتبط بعنصر اخر. طيب يتكون الكوليسترول من احماض دهنيه فقط، هل ده صحيح؟ ايوه سامح حد بيقول لي لا يا مستر ده مش صحيح. طيب يتكون البروتين من احماض امينيه، ايوه هو ده الصح. البروتين، لان وحده بناء اي بروتين عادي ماليش سيلوكسين، تمام، ده عباره عن بروتين بسيط جدا، او البروتين العادي جدا مش مرتبط، يعني وحدة بنائه هي الاحماض الامينية. نشوف بقى بين الاقواس، ونختار حاجة بين الاقواس: جزيئات كبيرة الحجم يدخل في تركيبها CHONB، يا ترى مين؟ كربوهيدرات، احماض امينيه، احماض نوويه، البروتينات. طالما في عندي الخمس عناصر اللي فوق دول داخلين في تركيب جزيء عضوي كبير، يبقى هو الاحماض النوويه، عشان في نيتروجين والفوسفور. لما فيهوش نيتروجين وفوسفور وسي او اتش او بس، يبقى ده دول تلات عناصر دول داخلين في تركيب الكربو هيدرات. ولو قال لي اي جزيء عضوي كبير فيه CHO صح.
عكسات 2 جزيء من الجلوكوز داخل الميتوكوندريا ينتج كل مما يلي ما عدا، يعني هيطلع لي كذا حاجة ناتج أكسدة الجلوكوز. سيبك من كلمة 2 جزيء، هو عايز يلخبطك. لا ما تلخبطش وخليك ناصح، المقصود أكسدة الجلوكوز نفسه، يعني سواء كان جزيء أو 2 أو 3، لا ملناش علاقة بالكلام ده، هو عايز يلخبطني بس. داخل الميتوكوندريا احنا عارفين أكسدة الجلوكوز داخل الميتوكوندريا ينتج، أيوة، تكسير روابط. لما تكسر الجلوكوز تكسر الروابط تنتج الطاقة طبعا، لأن معروفة الكلام ده داخل الميتوكوندريا بينشأ عنه إنتاج الـ ATP اللي هي الطاقة اللي تخزن في الميتوكوندريا، وأيضا ينتج الماء. يبقى إيه؟ أيوة، ما عدا هو الأكسجين. معلش أنا تعبان شوية فعشان كده هتلاقوا صوتي بس مش واضح قوي. كل مما يأتي من خصائص الليبيدات، الليبيدات اللي هي المواد الدهنية أو الجزيئات العضوية الكبيرة اللي هي زي ما قلنا قبل كده زيوت، دهون، شموع، كوليسترول، تتكون من أحماض دهنية تذوب في المذيبات الغير عضوية الغير قطبية. اللي هي مين الغير قطبية؟ زي البنزين، تمام، مركبات متجانسة مصدر للطاقة. ده عندي في 3 من دول يمثلوا خصائص الليبيدات، مميزات الليبيدات، ما عدا مين؟ هل هي تتكون من أحماض دهنية؟ طبعا دي وحدة بناء الليبيدات. طيب تذوب في المذيبات الغير قطبية زي البنزين، لأنها ما ينفعش تدوب في المذيبات القطبية. مين هي المذيبات القطبية؟ زي المية، ما ينفعش أدوب الزيت في مية. مركبات متجانسة، بس نقف عند متجانسة دي، هي دي اللي هي ما عدا ده مش من ضمن خصائص الليبيدات، لأن الليبيدات بتتكون من مركبات غير متجانسة. طيب مصدر للطاقة طبعا ده من خصائص الليبيدات. عند أكسدة مول من الجلوكوز ينتج، يعني كمية من الجلوكوز ينتج 38 جزيء من الطاقة. 38 جزيء من الطاقة ده عند أكسدة قد إيه من الجلوكوز؟ مول واحد. فإن الطاقة الناتجة عند أكسدة أو من أكسدة نفس الكمية دي بس من الدهون، يا ترى هيدينا إيه؟ هل 38 ولا 36 ولا 40 ولا 76؟ احنا لما قلنا عند أكسدة مول من الجلوكوز ينتج 38 جزيء من الطاقة، فلما تتأكسد نفس الكمية من الدهون تقول لي مستر أكيد ضعف الناتج، هيكون الضعف بتاع 38. ليه؟ لأن احنا قلنا في قاعدة إن الدهون لما يحصل لها أكسدة بتدينا طاقة ضعف اللي بتنتج من الكربوهيدرات، يبقى أكيد الإجابة 76. نفكركم برضو متنساش نشترك في القناة، يلا يا شباب يا حلوين، ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل جديد. نسبة عدد جزيئات الماء إلى عدد الروابط الكيميائية الموجودة بين 16 حمض أميني على الترتيب، هو عندي 16 حمض أميني مرتبطين ببعض، يبقى كام عدد جزيئات الماء الناتجة من ارتباط 16 حمض، وعدد الروابط الكيميائية برضو اللي بتنتج من ارتباط 16 حمض، يا ترى كام؟ طبعا 16 16 دي يعني المقصود بيها أول حاجة على الترتيب أهو جزيئات الماء إلى عدد الروابط الكيميائية، يبقى ده بيعبر عن جزيئات الماء عددهم، وده عدد الروابط الكيميائية 16 16. هل ينفع نفس العدد بتاع ارتباط الأحماض الأمينية؟ لا، 16 لـ8 برضو غلط، 15 لـ15 أيوة هي دي. طبعا 15 لـ14 دي غلط. ليه اخترت 15 لـ15؟ نفسر الإجابة. لو عندي حمض أميني أهو رقم 1 وحمض أميني رقم 2 هيرتبطوا ببعض، يبقى كده هيرتبطوا عن طريق إيه؟ تمام، رابطة، تمام، اللي هي الرابطة البيبتيدية، وينتج من تكوين الرابطة دي
جوزي مية يخرج من الحمضين دول. يبقى ده عندي كام حمض يا شباب؟ اتنين، بينهم كام رابطة؟ واحدة. خرج كام جزء مية؟ واحد. يبقى دايما هنا القاعدة اللي عندي في تكوين البروتينات او ارتباط الاحماض الامينية ببعض، عدد جزيئات المية هو نفس عدد الروابط اللي بتتكون بين الاحماض الامينية، ماشي؟ ودايما يقلوا بمقدار واحد عن عدد الاحماض المرتبطة. يبقى لو عندي حمضين يبقى، ها ايوه صح كده، يبقى عدد الروابط واحد وجزيء المية واحد. طب لو ارتبطوا تاني بجزيء بحمض اميني تلاتة، حمض اميني رقم تلاتة، ادي تلات احماض بس، خلاص عرفناها بقى. يبقى هتتكون رابطة تاني ويخرج جزيء مية، يبقى دي تلات احماض، يبقى رابطتين واتنين جزيء مية، يبقى اتنين واتنين، اتنين وايه واتنين على الترتيب، بيتساوي في نفس العدد. عدد جزيئات المية هو نفس عدد الروابط. دي قاعدة مش ممكن ألاقي في ارتباط الأحماض الأمينية جزيئات المية أعلى من الروابط، أو رابط أعلى في العدد عن جزيئات المية. لو ارتبط حمض أميني رابع نفس الوضع برضو، دي رابطة ويخرج جزيء مية. تعال نعد مع بعض، أدي أربع أحماض أمينية، كام رابطة؟ أدي تلاتة، يبقى أقل العدد بمقدار واحد. كام جزيء مية؟ واحد، اتنين، تلاتة. تمام كده؟ تمام. أي الجزيئات الآتية يحتوي على عدد أقل من الأحماض الدهنية؟ عدد أقل من الأحماض الدهنية. هل اللبيدات الموجودة أسفل جلد الدب القطبي، واللبيدات التي تغطي ريش الطيور المائية، ولا اللبيدات التي تغطي أوراق النبات، ولا جزيئات اللبيدات في الغشاء البلازمي؟ الإجابة طبعا شيء طبيعي، اللي في الغشاء البلازمي. ليه؟ عشان نوعها اسمه الفوسفوليبيدات، اللي بتتكون من رؤوس وزيول. الفوسفوليبيدات اللي هي اقل في عدد الاحماض الدهنيه. ليه؟ عشان الفوسفوليبيدات بتتكون من ايه بقى، بتنشا عن ايه؟ ها هي اصلا الليبيدات العاديه ثلاث احماض دهنيه مع جزيء جليسرول. فلما يجي يتكون الفوسفوليبيدات الثلاث احماض الدهنيه دول بيقلوا. ليه؟ عشان بيتم احلال جزيء، ايوه، كولين، وايه تاني، ومجموعة فوسفات، محل الحمض الدهني التالت. يبقى الحمض الدهني التالت بيخرج، يبقى كده التلات احماض ما بقوش تلاتة، بقوا كام؟ اتنين بس، اتنين بس. عشان كده بنقول يحتوي على عدد اقل من الاحماض الدهنية لاحلال مجموعة فوسفات وكولين، محل الحمض الدهني التالت. عدد مجموعات الألكايل أو الألكيل في بروتين مكون من 10 أحماض أمينية هو، مجموعات الألكايل دي أحد المجموعات اللي بتكون موجودة ضمن تركيب الحمض الأميني، ودي مجموعة لو اختلفت بيختلف نوع الحمض الأميني، يعني نوع الحمض الأميني بيختلف باختلاف مجموعة الألكايل. يبقى مجموعة الألكايل دي بتبقى مش ثابتة. هل هو 10 ولا 11 ولا 20 ولا 2 ولا 1؟ طب هنا بيقول لي عدد مجموعات الالكايل في البروتين مكون من 10 احماض، يا ترى هيبقى عندي كام مجموعة الكايل؟ برافو، هو 10. ليه بقى؟ لان مجموعات الالكايل دي بتبقاش مرتبطة معذرة، ما تبقاش مرتبطة، بتبقى حرة، فيبقى عددها هو نفس عدد الاحماض الامينية. اي مما يلي ليس من وظائف البروتينات: التحكم في معدل التفاعل. هي بتتحكم في معدل التفاعل، لان اللي بيحكم في معدل التفاعل اللي هو الانزيم، والانزيم هو عبارة عن بروتين. حركة المواد داخل وخارج الخلية. طبعا هو برضو دي من وظائف البروتين، لان جزيئات البروتين الموجودة في تركيب الغشاء البلازمي بتتحكم في حركة المواد داخل وخارج الخلية. تعمل كغطاء واقي لبعض الكائنات. حفظ ونقل المعلومات الوراثية. الإجابة ما بين الاتنين دول، الإجابة طبعا هتكون تعمل كغطاء واقي، لأن اللي بيعمل كغطاء واقي ده مش بروتينات، لا ده أحد أنواع الليبيدات البسيطة اللي هو الشموع اللي موجود بيغطي سطح أوراق النباتات الصحراوية. وبكده
يبقى ان شاء الله قدرت ان انا افيدكم. وما ننساش بقى نعمل لايك ونشترك في القناة ونشير ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل جديد. وإلى اللقاء مع اختبار آخر متوقع، والجزء الثاني في اختبار للباب الأول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فتابعونا.